استمرار القصف الصاروخ المدفع على مدينة الرستان، ووقوع المزيد من الجرحى، وهذا أحد الجرحى الذين سقطوا أثر القصف، الطفل بيت بروك عن رضوان بروك. ليس له ذنب وليس له شلون صار معك يا عمو؟ أي شيء، كان طالع من أرضه مما يحصل من النظام. شو صار لك يا عمو؟ من مزرعته كنت طالع من الأرض نقامه، ما شفت إلا صار قوس علي. مين صار قوس عليك؟ فارق قوس واحد جيش. كمان أي جيش؟ أي جيش؟ جيش بالشار. عسلامة.